تغيير اتجاه لعب الكرة وصلت في الناحية اليمنى، هنا خطأ من المدافع، كرة هدف أول. 1-0، نعم 1-0، 1-0 فعلها بيتو للمباراة الثانية على التوالي. يسجل بيتو، بيتو يسجل هدفا أولا في الدقيقة 17، يسجل لمصلحة أودونيزي. بيتو البرتغالي في الدقيقة 17 يسجل هدف، وفرحة كبيرة هنا في مدرجات فيريولي. خطأ واضح من فينوتي، فينوتي فينوتي يستغل ديوليفيو، ديوليفيو يصنع لي بيتو، وبيتو يسجل في المرمى الخالي تماما هدف أول. يودونيزي يعطي الأسبقية لأصحاب الأرض. هذا هو المتادور، هذا هو المتادور، المتادور ديوليفيو يكسب كرة من أمام لورينسو فينوتي.